جسر الزرقاء. السلام عليكم. بدي اسمع دالة فوق، كل ده فوق. ايه اجينا معاكم من الناصري. ايه يلا ايه على العافية. جزء وقف شوي بس. ايه انا بعرف جزء الزرقاء لما بفوتوا على حفلة بكلش الجمهور هيك. بدي اسمع كل الايدين، بدي اشوف كل الايدين لفوق، كل الايدين لفوق، كل الايدين لفوق. ايه طبعا راح يكون معي واحد صديقي وعزيز علي، بشو. السلام عليكم. ولدي انا عم شو سير. ايه بدك اياك اول مره. لا لا بدي بتذكر. لا 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 ما يكون هيك اول مره بتشوفوني يعني. وين ايدين لفوق؟ بدي اسمع انا صرخه هيك عالي. لا 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 صوتك واطي، صوتك واطي مش عاجبيني. انا مروح يا عمي خلص. يلا لا خلص ولد. طيب من عند احلى تحية لجسر الزرقاء. طيب هات نفوت باول غناي. اول غناي، اول غناي، غناية نور الامل على يلا يا حياتي. عكو ايوه. كل دالة فوق، بدي اشوف كل ايدين لفوق. اسمع الراب عربي نظيف وحلو. اديله عشان تبالي فكرة ابنيها هيك كوع. عليك ليه لعبك الفراش بدماغه اليوم صراع. حقك حلم بدم ذكاء الاسم مضاع. انا بكمل الترجم بعد صفقة عمر حلم ضاع. شي تحكي عن حالي عشان الكل اوضح. مش فايدة بهدف انك بالي اكسح بلش صحصح. انت ايه بتحكي مفرفح مش مكشر زي زمان مش لهدف اني ذبح. ايوه هذا اول الطريق بعد ثبات عميق. اليوم انا ما فيك بعد اكتشاف دقيق على كل حرف في كتب مني وبتخرف من نمط اسلوب من اليوم بتحرف. هذه البال بس ببني حالي انا بالعالي. صبري طال لحكي كل شيء حطيته ببالي بعد صبر وفشل. فهذا اول عمل من ابتسام صغيرة نورت. ايوه جاي تهدد ببال الناس متمرد. كلمات تعدد خذ الراب نضيف وحدد. الراب تبعك مش نضيف صحح. لغة الام مش مظبوطة عندك صلح. من ناس كثيرة اخذت علامة امتياز. من بعد نزلت اليوم اكبر استاذ. عيش اسلوب حر احرف بعد جر. رد اللعب مر فايت مش عشان يدور. جاي غامر لكل واحد اله حد كلام مثابر. خد مني هالموضوع جد. صوت من بعيد كثير الرفع. ركز افتح قلبك لعد الاسهم. يلا افرز على ضو القمر بنيت رساله اسمي. على ضو القمر بنيت الي فيها اول رسمي. الله يرحم على زمن الحفيد صار يفهم. الله بعلم على كل شي سويته بس ما بندم. مش هواي كل حرف كان فيه تعب. مش راح انسى ولا اي كلمه عتب. فضلت القلم مستطيل لفجر هذا الغضب. مستغرب من الوضع ليش الكل علي قلب. مش محارب ولا اني غالب من يتبالي زيح. عايش متهني وضع كتير مريح. الروح بتطلع أيوة. ماتت كل الخلايا. اصوات تتدفق سامعها من اربع زوايا. ايوه طيب اول مرة بس بشوف جمهور جسر الزرقاء نايم. نايم توقفات حميها. جمهور جسر الزرقاء نايم. بدك تشوف كل ايدين لفوق، كل الايدين لفوق، كل ايدين لفوق، كل ايدين، كل ايدين. طيب واقف. طيب يا عمي احنا بلشنا طيب. هيك شويه حموم هيك نعمل شويه حموم هيك شوي صغيره هيك نعمل حموم. يلا شوي صغيره. يلا بدي اشوف كل ايدين لفوق قبل ما اغني. كل ايدين لفوق قبل ما اغني. بعرفش كل ايدين لفوق. كل ايدين لفوق. معي 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 معي. كل ايدين لفوق. كل ايدين، كل ايدين. طيب لازم نحمى. هاي حفلة راب. بسير امل بدنا ضل نعيش بعمل. ليش ما حلو؟ ليش ما حلو؟
من ثقافي لما تتهد اكبر جبل. الانسان بيحتاج ينعاش ونعاش معاش بدون معاش بما انه مع كاش. الكاش غير العيش ببلاش فبلاش تبيد الجاي اكتر من الفراش حتى سبطاش. خرجت فاشتغلت شفير فرشي بشركة تايك كنت داير حلم كنت دعم عايش بفلف شاب شعره شاب صار عقر ما بيخلي في الاحلام فنحشر بسؤال ومال والمال يعمل لي خيبة. كل دينا فوق كل دينا فوق كل دينا فوق. ها وين جز الزرقة وين جز الزرقة وين جمهوره ايش نعيش وما لقيش عمل. بقول لي شو العمل فيش عمل في جدل في ملل في جدل ان بطل هبل فيه زعل على الحل اللي تضل ان اكون بعمل عاطل بس ما كل ما لا عمل ان لا عمل بصير امل ان ضل ان اعيش بعمل. ليش محلي اضل ليش محلي اللي ضل من ثقافي لما تمد تهد اكبر جبل. كل ما لاقي امل ان لاقي عمل بصير امل بان اضل ان اعيش بعمل. ليش محلي اضل ليش محلي اللي ضل من ثقافي لما تمد تهد اكبر جبل. يوم عمل والف يوم عطل كاه يوم عسل والف يوم بصل بالف يوم بصل وظيفة مش شريفة اللي بتيجي من غير ما تيجي ايد نظيفة لا تأكدني لو بتعيشي يوم جديد عيد روتين صباح الخيصر زرت الذاتية عم بدور على المكاتب كمان صور عرس هز راس المسؤول لانك عربي مش مقبول شوفوا فانه وظفك ما حدا وظفك ما حدا شغلك ما حدا طلعك الا ونزلك فقرك ربطك عيني ربطك ان يكون عندك صبر بس الشوك وجعك رجعك ولد صغير بتدور على لعبتك مستقبلك يستقبلك فيه مبروك الشهادة بس على الفاضي انت هون زيادة ما حدا راضي شغلك حتى تعيش عادك اي انسان مثلك. ان لاقي عمل بصير امل بان اضل ان اعيش بامل. ليش محلي اضل ليش محلي اللي ضل من ثقه في لما تمد تهد اكبر جبل. كل ما لاقي امل ان لاقي عمل بصير امل ان اضل ان اعيش بامل. ليش محلي اضل ليش محلي اللي ضل من ثقه في لما تمد تهد اكبر جبل. جينا في شغلنا مدام هاد شغلنا مدام صار لعاد هاد شغل منا عشان نلحق امانينا سر علينا ما بكفينا اللي فينا من حصار احنا تعصر احنا خلص تعبنا يلي بايدك ارض مش لازيدك خلصت وقلنا عمنا بننا عملة تحتار انت تختار كيف تنهار اضعف فرص عملنا. اوكي وقف الغناية هيك شوي وقف شوي وقف طيب علاء شغ اشتغل تفضل. انا هيك مش راضي بجز الزرقاء مش راضي يا بتعطونا البنزين جمهور مش حماسي الجمهور مش حماسي بدي اشوف الكل متفاعل معنا ليه. طيب بدكم وشوي شوي بصير حلاوة احلى بس انتوا تتفاعلوا معنا اكتر والمشاكل بتقل. طيب نفوت باللي بعده ولا غير نسمع صوت الجمهور عن جد نحس ان احنا عم بنغني. بدي اسمع صوت الجمهور. انا مش سامع. طيب لا 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 بدي اسمع صوت الجمهور انا بعرفش مش مركزين معنا هني مش سامعينا. جز الزرقاء وينكو وينكو يا عمي وينكو وينكو جز الزرقاء. صباح الخير صباح الخير جز الزرقاء. طيب هات نشوف الغناية اللي بعدها غناية اسمها ايش اسمها عنان ضو انطفى ممكن طيب هات نشوف الغناية اللي بعدها شو بتحكي وحاول انك شو الكلمات. بدي اشوف الجمهور كلياته معاي وين جسر الزرقاء. طيب كل الش كل ايدين لفوق كل الايدين لفوق بدي اشوف كل ايدين لفوق. كنتوا احلى عن هيك علي علي شوي اي ايوه شوف كنت كشمس بفي الصبح بنام بالليل ما عندي حبس ولا بحس بيوم الويل ما كان طويل ولا نهاري كان قصير ولا كان همي انه يصير معي مصاري كتير. كنت كهمس عشان تمشي كمان فحشي كنت كوعد البهجي ما بجيب لغير وحشي كنت عيش نهاري وانا مش داري عند اليوم ابوي كان اخباري وداري فيلم الكرتون ايام بتطول بطولة امي تعيش دور البطولة من طفولي لرجولي تقولي اسم الله سوري وسوري كانوا دلوني بالليوني يبحطوني بالخشوني حسسوني بالسهولي يذكروني بالصعوبة بستنى جيني ابن مني يرضع الرجول اتمنى ارجع طفل عشان ما احس بعيوبي كل في رومانسية لحظة فيني انساني بس حياتي انت فيه بدي اعيش بحرية بدي انا بحالي بدي اوقف عشاي وحقق كل املي بدي اعيش انا بدي اموت انا الغناية خربت نفسها شو انا ابتلى. طيب ايه بمش اللي قرم بتصير شو صار هون
هاي بوجهك والله ما انا ما خصتيش. لا 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 استنى شوي استنى شوي بما انه هاي استنى شوي. طيب طيب راحت الكهرباء يا عمي. حمس جمهورك حمس جمهورك. كل جزء الزرقاء بعرف انه جمهور جزء الزرقاء انه هو احمى جمهور احسن جمهور بس هيك بينتون انكم انتو ابرد جمهور. وين جزء الزرقاء كل يدينا فوق. طيب نرجع نعيد اغنية من اولها. هاي طيب كل يدينا فوق خلينا رافعين يدينا فوق يدينا فوق. اعطيني لو سمحت الميكروفون تاعك لانه المعي شوي متضايق. طيب ليش هيك بقول مرة والرأي اوكي. كل كالشمس ما في الصبح بنام بالليل ما عندي حبس ولا بحس بيوم بالويل مكان اللي طويل ولا نهاري كان قصير ولا كان همي انه يصير معي مصاري كثير. كنت كهمس عشي تمشي كمان بحشي كنت كوعد البهجي ما تجيب لغير وحشي كنت اعيش نهاري وانا مش داري عن اليوم ابوي كان اخباري وداري في الكرتون ايام بتطول بطولي قفت عيش دار البطوله من طفولي لرجولي طول اسم الله صاروا طولي كانوا كلوني مليوني يمحطوني مش بشوني حسسوني مش سهولي ايوه بالصعوبة بس تتنجيني ابن مني يرضع الرجول اتمنى ارجع طفل عشان بحس بعيوبي كنت فلسه في رومانسيه عصبيه انت قيمه حياتي انت قيمه انت سفير انت مين انت عايش بحريتك كل ده انا فوق في الزرقاء وين في الزرقاء وين جمهور بدي اعيش انا بدي اموت انا بدي اعيش انا بدي اعيش بحريتك بدي اعيش بحريتك بدي اموت انا بدي اعيش انا بدي اعيش انا بدي اعيش انا بدي انا اهم اشي اليوم الصبح اسمع صوت عائلهم يلا بعبزك مناطق كتير مهم بفزع بفيق عصوت كبوس مرعب ساحة دوام فيها موجودة انا بصعوبي بلعب انا طالع من البيت انا هديت لحد ما شوف اني انا غربت من هالعيش بجبت فانا اليوم هيك غنيت بس عشان اشرح بسمع كل كلمة بحكيها وكي بالاخر تربح ساعة من اخري طلع شغل العمل صوت بزيع عم بزيع والكل شو اللي حصل هاد كمان شاب من الحرق قتل كلام الناس هيك القدر هيك امر عز وجل بحكي بموضوع اني ما اله رجوع عيون ملل دموع يدور القتل ممنوع سحب روحي بدون اي اذن ابحث وبعد كمان اذن ما بدي نوصل كمان ابن فا لا محصور فرحك منك في مقبول راح اخوي فانا يوم النار مجبور كنت الليل وانا راجع تليكي للبيت شباب تحجج انا مليان زمان تحيت شباب اليوم تفرق اللي صار حق النوع كتب على اللوح لكن لك باب السجن مفتوح كيف بدك مثلي بالي يرتاح المقاس الحرام ما عاد في عنا افراح بدي اعيش بحرية ركعة الحرية بدي اوقف عشري وحشو كل عمري بدي اعيش انا بدي اموت انا بدي اعيش انا بدي اعيش انا بدي اعيش انا بدي اعيش بحرية ركعة الحرية بدي اوقف عشري وحشو كل عمري بدي اعيش انا بدي اموت انا. لا لا يا عمي انا عم بغني لاموال مش يعني وين انا شايف قدامي ناس بس مش عم بتفاعلوا معنا ليش هذا ناخذ. طيب ليش فيش حماس ولا في فتح ولا في حماس بس بس انا بعرف انه جمهور جزء الزرقاء كيف ما كان بحفله راب بيكون جمهوره اقوى جمهور بس اليوم اضعف جمهور جزء الزرقاء اليوم اضعف جمهور سمعوني جزء الزرقاء لما بيكون اقوى جمهور وين جسر الزرقاء؟ طيب بس ايش الغنين بعدها؟ طيب طيب سمع اعطيني ايش الغنين بعدها؟ شغل اه شغل 24 شغل شوي زين شغل ايه؟ نغني تاني علي اه انا اول مقطع اوكي
كان نفسي تكوني كالزيتوني اللي ترزق جوا جسمي، كان نفسي تكوني حاصل جمع مش تكوني نادي جسمي. وين كل جنة فوق كان نفسي تكوني انت الواو اللي كل ما اشوفك انسى اسمي، كان نفسي تكوني واو العاطف مش واو الخاطف، كان نفسي اكون شوقي فيك لانك وردي مش للعاطف، كان نفسي تضل الكنز اللي وراكي الف سنة الف كان نفسي تكوني البلكوني اللي اشوف فيها كوني، لو تكوني اللي يبوني اللي عليها ما يلوموني لانها اللي يبوني، كان نفسي تكوني الايقوني اللي بقلبي وتعيش في السيمفونية، كان نفسي تكوني اطفال اطلع فيها شكوني مش تكوني خيال، كان نفسي تكوني بين عيوني، كان نفسي تعميني من فوق لوحدي، كان نفسي كل هالمدي كل هالمدي تضلي حدي. أنا وأنت كل تلفون أوكيز الزرقاء جن أيوة. تعلمت بصغر على الشارع أنزل أسب بارتباط مع الناس، بتعلمت شعب ليش ماشي بهيك طريق وشو بهدف، مش نتلعب كلمة بعضها سقطة منه بكسب بعد مشكلة ممنوع دخولك على البيت، ايش حكيت شي سويت من نفسي بستحيل، محطة على الشارع بعز الليل شعور بالبر اتصال على البيت قال يما لعبة رد مرق اسبوع شهر سنة وقت طويل ما قدرت اشجع طبيعة الحال هذا مستحيل، كل يوم بكتشف اشي جديد حوالي من الناس وهم عندي بعتاش عرفي فيك احساس كأني عايش بدوام بلا نهام زرعت بجسمي تبلاتك كل الهام ما شفتش اشي حلو بحياتي راح ضل عايش يوم ما ماتي. طيب اسا الاكشن جاي بعدنا معنا وقت ماشي.